اليوم عند الأولاد إجازة، إجازة الميموريال داي في كل أمريكا، عندهم إجازة حقة الميموريال داي. فإحنا رايحين الحين نفطر، بعدين نروح نشوف مكان نحتفل فيه مع الناس، يعني كذا مكان في عالم. هو بالعادة ولا مرة قد شفنا احتفالية عن الميموريال داي. تبين أرنب؟ والله لو في سيارة قدامي لا دعسة، كويس ما كان فيه، لأن أرواح البشر أهم. أرنب كذا قاطع الشارع، بس من حسن حظه ما في سيارات لا قدامي ولا وراي. أيوة عشان كذا هديت عشان حياته. لكن تخيلي لو وراي أو قدامي سيارة ما أقدر أوقف، ما أقدر. إحنا على خط سريع، بس من رحمة الله فيه وعدى صدق النبي. المهم بعد ما نفطر بنروح يعني كذا مكان مكتظ بالناس بالعادة يجتمعون فيه، بنشوف إذا في احتفال في شيء.